واتس اب. النهارده معانا ثلاث مصطلحات جداد هكلمكم عنهم وهشرحهم بطريقه سهله ومبسطه. اذا ما كنتش شفت المصطلحات اللي فاتت اللي انا شرحتها فرجاء شوف اللينك اللي فوق او تحت في التعليقات وشوف المصطلحات اللي فاتتك اللي انت لسه ما عرفتش معناها. النهارده اول مصطلح من الثلاث مصطلحات اللي هنتكلم عنهم هي مصطلح الأرستقراطية. نسمع كتير عن كلمة دي من الطبقة الأرستقراطية. طب إيه الأرستقراط دول؟ أو مين الأرستقراط دول؟ الأرستقراط دي أعلى طبقة في أي دولة أو في أي مجتمع. دول الناس اللي بيشغلوا المراتب العليا في المجتمع وبيملكوا السلطة والمال والقوة. الوراثة في الأرستقراطية بتلعب دور كبير. فالمراتب العليا دي والسلطوية دي بيتم توريثها عبر الأجيال بحيث ان ما تخرجش خارج نطاق العائله او الاسره الكبيره دي. وبتتميز الطبقه الارستقراطيه من زمان، خلينا نقول هنا في الدول العربيه على سبيل المثال، ببعض الالقاب زي باشا وبي او الديوك واللورد والسير، وبيختلف طبعا اللقب من دوله لاخرى. تاني مصطلح معانا النهارده الشموليه. طبعا الاسم شبه بيشرح نفسه. الشموليه دي بتطلق على نوع من انظمه الحكم في بعض المجتمعات والدول، وتعتبر من اعنف صور الدكتاتوريه واكثرها استبداد. نوع الحكم الشمولي ده بيعتمد على السيطره على كافه مفاصل الدوله واولهم الاعلام، بغرض فرض سيطرته على الشعب في كل مناحي الحياه. بيتحكم في الاعلام، في الاقتصاد، في التعليم، في السياحة، بل حتى في الحريات الشخصية. يعني لو هنلخص معنى الشمولية، هي أيديولوجية متطرفة بتعتمد على السيطرة على الشعب وفرض نفسها على المواطنين. النظام الشمولي بيعتمد بشكل أساسي على الأجهزة الأمنية اللي تحت إيده اللي بيديرها، وعادة الأجهزة الأمنية دي بيكون منهجها القمع والعنف، وده بغرض فرض السيطرة على أفعال الشعب وأفكارهم بل ومراقبتهم. ثالث مصطلح معانا البروباغندا. دايما نسمع يقول لك المكان ده عامل بروباغندا، الممثل ده عامل بروباغندا. طب على الصعيد السياسي يعني ايه بروباغندا؟ هو ببساطه اسلوب مخادع وماكر بيقوم به فرد او جماعه بهدف التاثير على المجتمع والناس من حوله، ومحاوله توجيه المتلقي لتبني فكره ما والايمان بيها. اوقات بتعتمد على ان هي تقدم لك معلومات مشكوك في صحتها ومحرفه تماما، وده بهدف تحقيق اهداف محدده مسبقا. قد يكون الهدف سياسي، اجتماعي، ديني، رياضي، وعشان يتم تحقيق سياسة البروباغندا صح بيقوم الفاعل بالضغط على المتلقي بأساليب عاطفية تمس عاطفته وتفتقد للموضوعية تماما، لكن هو بيحاول يلمس الحتة دي عندك. وعادة بتبقى حتى الأساليب العاطفية اللي بيتبعوها بتكون مفتقدة لأي موضوعية وعكس أفعاله الحقيقية على أرض الواقع. يعني باختصار البروباغندا هي اللعب على المشاعر عند الإنسان بهدف استمالته وضمه للقطيع. أنا كده خلصت تاني ثلاث مصطلحات سياسية، وأشوفكم الفيديو الجاي.